أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا جميعا رمضان من كام سنة. كل سنة وانتم طيبين مرة كمان، ورمضان كريم والأيام قاعدة عمالة تجري بينا. بس والأيام بتجري بينا لازم تقعد تفكر شويتين في مش بس الثنائيات. يعني لو تفتكر احنا قبل كده اتكلمنا على الثنائي أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ. شوف أنا لساني كان بيقع، كنت أقولك الثنائي سيد حجاب وكنت أقول لك وعمار الشريعي. بس خليني الأول أكلمك على الثنائيات والثلاثيات وأحيانا الرباعيات. احنا عارفين أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ الثنائي لا يشق له غبار. أول ما تلاقي الاسمين دول على مسلسل يبقى أنت أكيد لازم تتفرج، ولما تتفرج يبقى أكيد أنت هتستمتع، هتتبسط، هتسعد، هتبقى دماغك مليانة وروحك سعيدة وحاجة ما فيش بعد كده. بس لما يبقى الثنائي ده مقترن بشعر ساحر لرجل هو بالفعل ساحر في كلامه، إذن سيد حجاب ساحر العامية المصرية، الراجل اللي بيقدر يحط لك تناغمات وتوليفات ومعادلات من المفردات والمترادفات والمتشابهات تجننك وانت قاعد بتسمع. يعني على سبيل المثال، هو انت ما تقدرش تقعد تميز كلمات مثلا الشهد والدموع او ليالي الحلمية، ده مثلا يعني كناريا وشركاء على سبيل المثال وهكذا. بس خد بالك بقى انه علشان تعرف تستمتع بكلمات سيد حجاب وتستمخ من كلمات سيد حجاب، انا اعتقد انه كان لازم هنا يجي دور الرابع او الرباعية بتاعتهم، الا وهو عمار الشريعي. طبعا لما تقعد تفكر في انه ازاي اربعة بهذا الحجم يجتمعوا مع بعض تتخض. يعني ما هو برضو مسلسل يكتبه أسامة أنور عكاشة ويخرجه إسماعيل عبد الحافظ ويكتب تترات المسلسل سيد حجاب وأحيانا بعض الأغاني اللي جوه المسلسل ويلحنها عمار الشريعي، أنت قدام عمل بديع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عشان كده أنا بقعد أفتكر معاكو زمان. يعني أنا متذكر سنة 85 دي كان عندي يجي 10 سنين، 10 سنين باعتباري مواليد 75، واتفرج على الشهد والدموع من الجلدة للجلدة زي ما بيتقال، من تتر البداية لتتر النهاية، وأكون متأثر جدا. العبقرية بتاعت سيد حجاب كمان كانت بتبقى في ايه؟ في انه لما يجي يكتب تتر بتلاقي التتر ده عبارة عن مجموعة من الكلمات تلخص ليك حالة المسلسل بكاملها دون طبعا اخلال بالاحداث. ده مثلا لما تيجي تقعد تفكر في الايام رائعة الدكتور طه حسين سيرته الذاتية، وطبعا اللي مثلها لنا واللي قدمها لنا احمد زكي رحمة الله عليه، هنا برضو هتشوف او هتسمع او هتحس او هتستطعم سيد حجاب وعمار الشريعي الاتنين مع بعض. صحيح في الحالة دي كان الاخراج ليحيى العالمي على سبيل المثال، لكن اللي هرجعك ليه ما كانتش رباعية، بس هو فكرة طعم الكلام مع طعم المزيكا. المذيع اللي بيتكلم من انصار انه الموسيقى هي اول ما يجذب الاذن لما بنيجي نستمع لأغنية، خصوصا انت بتسمع الاول احيانا مقدمة موسيقية بعد كده الكلمات. بس في الحالة الحجابية الشريعية ما تقدرش تفصلهم، يعني مهما استمعت للمقدمة الموسيقية ما تفهمش ازاي بتبقى ساعات كتير حاسس انه الكلام ده او الكلام اللي داخل علينا بعد شوية ده كلام سيد حجاب، وكأن عمار الشريعي بيلحن كلمات سيد حجاب بشكل مختلف عن اي كلمات اخرى. وبالمناسبة لو جيت تطرقت الالحان عمار الشريعي مع الابنودي برضو هتلاقيها بيتم تلحينها بشكل بس ينفع للابنودي، ودي كده عبقرية عمار. هنتكلم على عمار الشريعي بالتأكيد كقيمة عظيمة جدا في عالم الموسيقى وعالم الغناء لاكتشافاته المختلفة لكثير من المطربين والمطربات وما الى ذلك. لكن واحنا بنتكلم على سيد حجاب بتقعد تفكر كمان في هذه القيمة الشعرية العظيمة، مش بس اللي بتلخص لك احداث مسلسل ومش بس اللي بتقدم لك كلمات حلوة، لا انت بتتكلم على رجل يقدم ليك فلسفة عالية المستوى وهو يكتب اشعار ويكتب اغاني. وبالمناسبة من يحب العامية ويقرأها ويستمتع بيها لازم يكون عارف كويس قوي انه شعر العامية هو شعر الفلاسفة، يعني مش مسألة
شعر مقفى وموزون وحسب، لا، العامية ممتلئة بفلسفة ولاد البلد، ودي كانت عبقرية سيد حجاب الحقيقة. وسيد حجاب أشعاره ما كانتش بس مقتصرة، أو أغاني مش بس مقتصرة على التترات بتاعت المسلسلات أو أغاني مسلسلات حتى ولو في متن وفي داخل المسلسل، لكن كمان اشتغل للسينما، وده برضو يخليك ترجع لفيلم كتيبة الإعدام. في فيلم كتيبة الإعدام، وهو حالة بالمناسبة وحالة متفردة جدا في السينما المصرية وبالذات في المرحلة اللي تم إنتاج وعرض الفيلم فيها، تسمع هنا صوت علي الحجار وهو بيغني الأغنية شهيرة حبيبتي من ضفيرها طل القمر. بالمناسبة هو أنا ما أقدرش أسمع الأغنية دي بصوت حد تاني غير علي الحجار، يعني أو إنك أنت تسمع مثلا وإحنا فايتين على الحدود. سيد حجاب وبرضو عمار الشريعي، وده يفتح قدامك بقى اللي بجد حتى طبقا لكلمات الأغنية الأسئلة اللي ملهاش حدود، منين جت هذه الكيمياء وهذا التناغم وهذا التوافق، ويفضل هذا الثنائي العظيم ما بين سيد حجاب وما بين عمار الشريعي مستمر حتى وهم بيعملوا أغاني أطفال، سوسة 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 كف عروسة واللي يسقف يستاهل مني بوسة. وانتوا ايه؟ مش ممكن هذه العقليات وهذا الابداع، اظن انه في استحالة بشكل او باخر انك تجده الان. يعني اعتقد سيد حجاب يحتاج مننا حلقتين مش حلقة، اعتقد ذلك، حلقتين مش حلقة، نظرا الى انه الوقت قاعد عمال بيجري بينا، فانا استأذنكم تنتظرون بكرة في نفس الميعاد اكمل لكم حدوتة سيد حجاب وتستمر الحكايات وتتداعى الذكريات في رمضان من كام سنة.